كركب الحنطور اشرب اشرب وانبسط مش شايف وشادي وبارتي هذا المطلوب اثبت بقى على كده على شعبان الواد شحات استوى على الاخر يلا خد زبادي وخش الاوضه جوه 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 ايه الله يخرب لك تذكرتي ولا ايه خد زبادي وخش جوه عشان خاطر المهمة. مهمة. مهمة ايه؟ الله يخرب بيتك ويخرب بيت ايامك. زبادي خد الواد شعبان وخش جوه عشان خاطر المهمة. تعالى يا واد يا شعبان. تعالى يا حبيبي معاه معاه. ايه يا شيخ؟ تزوقي تزوقي. ام رعيف. هم رايحين عم اقول لك كل حاجه بس بيجي عليك الدور يا ريت تقول لي عشان انا ما اعرفش انا طالب منك طلبين امرني والطلبين من غير شلطات حلوه مضروب حلوه الطلب الاول ايه تقول لي هم رايحين فين سهله والطلب الثاني ايوه تقول لي هم يعملوا ايه عشان انا ما اعرفش ايه اللي بتقول انت مش متجوز ولا ايه شحات انا متجوز بس على خفيف يعني حلو حلو مضروب والله توعيت ابوك يا رب ابوك يحج تقول لي هم يعملوا ايه يا عم سيب الجلابيه واقول لك كل حاجه بس واحده واحده كده معايا علشان ايه علشان المهمه وانا تحت امري المهمه مية مية زي ما اتفقنا انت هتجيبي سيره لبنان اللي انت نفسك تسافريها والمهم ما يخرجش من هنا الا لما يقول اسم الراجل اللي فواز هيشتغل معاه وفواز هيسافر معاه امتى وسيب الباقي علينا احنا بقى دي حاجه سهله قوي قوي تمام تيجي نسخن شويه لحد ما هو يستوي اهدي اهدي نسخن ايه انت غبيه هتبوظي المهمه يوه يا اخويا مسي رأفت الهجان كان في مهمه كان بيعمل كل حاجه وبعدين انا سخنت قوي قوي من الرقص خايفه الاطرق صدقي انت زباله جيبها كده وتخش عليها كده قفلت يا تسوي يعني قصدك اجيبها كده واخش كده يا وي يا ليتك السوبر يا سعاده وكمان جايب راجل في البيت يا عم اوعى كده مين ولا الخرفره دي ما تفهمنيش غلط يا سعاد البنت جوه اوضه النوم هي وصلت لكده يا سعاده تجيب تسوان في البيت بتخون يا راجل بتبص لبره طب بتبص لجوه الاول والنعمه مالها ذنب يا سعاد ده هم اللي طبوا عليا فجاه وجابوني زبادي ليه يا اخويا كان عندك حموضه لا البنت اللي جايبينها كانت زي العسل اسمها زبادي ما انت لسه راجعه طحشي قول قول انك ما بقتش تحبني ما بقتش قادر تعيش معايا ساعتها انا احترمك وهديك حريتك كمان بجد يا سعاد ايوه بجد هو انا هعيش معاك يعني غصب عنك هي الحاجات دي فيها عافيه انما تخني انا يا شحاته تخني انا طب ليه ناقصني ايه انت مش ناقصه حاجه خالص ده انت كل حاجه فيك بزياده مرطرطه مبعطره بس انا مش لاقي حته في بيتها ارتاح فيها اتخلقت مني يا شحاته طب طلقني زهقت مني طلقني وخلي عندك كرامه وطلقني ما تستفزنيش يا سعاد طلقني يا شحاته طلقني كده طب روحي يا سعاد وانتي عايز تطلقني يا شحاتة طب افتكر المكرونة بالبشاميل ولا فاكر البرجر باللحمة اللي كنت بتطفحه عشان تسمن وترابرب ورز ابو رزة ورزة رزة ورزة اللي تطلع عيني عايز تبني بعد كل ده طب افتكر لما كنت معفن وحميتك ولما كنت بتطرطش على الحمام وافضل امسح وراك وافضل امسح وراك يا زباله ولما كنت بتسيب البنت دي زي خلقتك وافضل لم وراك يا واطي هتسيب مراتك حبيبتك سعاد وتروح تاخدها مع زبادي ماشي ماشي ده انا لا 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 انا مش هضربك ولا هفكك خالص
عشان تحسي بالخنقه اللي خانقها لي ومرمطي وراك ليل ونهار. يا 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 مرتي يا زباله يا زباله. ايوه كده رص على شيشه. تقدر تقول لي بقى فادتنا بايه الشغلانه دي؟ ما هي شغلانه زيها زي اي شغلانه ومرتبها مرتب اقل موظف. نتعه قلب من الصبح لحد بالليل، هو عمال يكنز على قلبه واحنا مأمنين له على اخره. مين قال لك بقى ان انا امنت له؟ ولا هو مأمن لنا من اساسه؟ يا يعني عايزك تصبر كده ما تبقاش خفيف، التقيل جاي ورا شعبان. لا واحده واحده بقى عليا عشان افهم يا عم تسوق. احنا شويه نروح للراجل الشامي ونبيع له فواز، وشويه نروح لفواز ونبيع له الراجل الشامي، وفي الحالتين انت جررني وراك زي الجاموسه. انت بقى لحد امتى هتفضل عامل لي فيها الشاب اللغز؟ يا بكره اللعبه يبقى على المكشوف، الماتش هيسخن وهيحلو. بس انت مستعجلش على رزقك، ما تفولش بوزك الفقري ده. ياما نفسي ادخل جوه دماغك دي وافهم بتفكر في ايه. اذا كان انت بره دماغي وعامل صداع على شعبان، امال لو دخلت هتعمل ايه؟ ايه ده شعبان، عايزك تبقى راجل وانا هنسيك على الدور كله من اوله لاخره، بس لما يهون الاوان. تشرب سحلب؟ يا ريت. واحد حلو قوي يا عقل. يا ترى اللي عمله ابنك ده صح؟ ولا جه عليا علشانه؟ يا ترى يا عاد عينك زاغت على البت ولا انت خايف عليا من سننا؟ هو انا حبيتها بصحيح ولا دي مقاوحه مع الدنيا عشان الاقي لي فيها ركنه اتكن فيه واضحك على روحي واقول لسه في العمر بقيه؟ ويا ترى هي كانت حاسه بيا ولا عينيها ما شافتش مني الا ايد اب حنين طبطب عليها ساعه وجع؟ وبعدها لك يا فواز هتفضل محيرني فيك ومدوخني معاك لحد امتى؟ بس تعرف يا واد انت عندك حق، انا كمان خفت. ما احنا مهما ضحكنا على نفسنا الدنيا ما بترجعش لورا، والعمر زي العوره لازمها ستره، ربنا يكفينا شر الفضايح. يا ابن الكلب يا فواز، الواد بلفني ازاي كده؟ بس ايه، واد معلم لبسني الأمة وانا مبسوط. ماشي مردود لك يا ابن الصياد.